والله النقاش صار من امبارح اعتقد مشان موضوع يعني في مجموع ورقة اللامبادئ او اللاورقة المطروحة من قبل السيد ستيفان دي مستورا، هي تتحدث عن مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن ان تنظم المرحلة الانتقالية. كان هناك رغبة من الاخوة في المجلس الوطني الكردي ان يتم ادراج بند خاص بموضوع القضية الكردية، وكان نقاشات مع الهيئة العليا للتفاوض، وتم يعني ارجاء الموضوع لحتى يتم الاجتماع في الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض. نحن نحترم يعني رأي الإخوة في المجلس الوطني الكردي، ولا شك أنه الإخوة الأكراد هم مكون أصيل من مكونات الشعب السوري، مثل المكون التركماني والسرياني الآشوري والشركس والأرمن والعرب، وكل مثل يعني الشعب السوري شعب واحد. والإخوة الأكراد نعم يعني تعرضوا لاضطهادات مثل ما تعرض كذلك باقي الشعب السوري، وهم لهم وضع خاص من يعني في نظام البعث، وندرك يعني الحساسية تجاه هذا الوضع، ونحن يعني نريد أن نكون أول من يدافع عن كل مكونات الشعب السوري. فبالتالي أعتقد أن الموضوع سيعالج إن شاء الله باجتماع الرياض بشكل جيد. هذا الموضوع الآن يعني هو لا يزال في بدايات النقاش. طبعا أكثر الجلسات هي حدثت عن الانتقال السياسي، وتم نقاش المواضيع الأخرى المتعلقة بالنظام بالانتقال السياسي. الانتقال السياسي يعني بالنسبة لنا تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة، وبما يعني يضمن عدم وجود أي وجود لبشار الأسد وأركان نظامه لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. طبعا الآلية التي تشكل بها هي آلية الرضا المتبادل بين النظام والمعارضة، وممكن يعني أن يكون هناك حسب بيان جنيف من المجموعات الأخرى، يعني منظمات المجتمع المدني أو الشخصيات المدنية الأخرى.